يقول أنا قبلت في وظيفة وأنا قد المسؤولية لما أقدمت، لكن ما لما عرفوا أني حامل أنهوا العقد معي. طبعا لما نجي للقانون والحقوق وكذا يعملهم حق، بس أكيد أنهم هم مروا بتجربة، امرأة كانت حامل، كانت يمكن مريضة، تغيب 5 أيام، تغيب 10 أيام، والقانون يمنعهم أنهم يفصلونها، وهي طبعا لن تختار أنها تقول والله أنا بقدم استقالتي، مو معقولة هم يعطوني فلوس ويكدون علي وأنا ماني قاعدة أداوم. يعني إلى الآن الموظفة ما عندها هذا الوعي، ما عندها حالة الوعي هذه، وإلى الآن رب المنزل، وأنا أشوفها أنا يعني عندي شغل وأعرف يعني يجيك شخص مرات أنت مريض، يعني بيقعد له كم شهر مريض انت وش تسوي؟ انت مالك الا انت تلتزم بالقانون والنظام وتدفع، تقول هذا حق. لكن هل الموظف عنده الوعي الكافي انه يقول والله انا مو قادر اقدم شيء، فخلني انا يعني اقدم استقالتي او اخذ اجازه بدون راتب؟ الى الان ما في هذا الوعي، ما في هذا الاحساس انه واو الله انا اخذ راتب وانا مرتاح. هذا هو الفكر السائد. فأتوقع أن عندهم تجربة ما كانت يعني تجربة موفقة، قد يكون مع شخص لا مسؤول. يعني لما تجيهم واحدة تقول لهم والله البيبي أمس كان يصيح بالليل ومعليش يعني ما قدرت أداوم، سامحوني ما تبون تعطوني راتب ذاك اليوم، it's okay. هو مو موضوع راتب، موضوع شغل يمشي، موضوع شغل يمشي. طب انتي لنتي ماسكه المكان ومغطيته، ولا انتي مخليته لغيرك؟ الشغل متعطل، ما هو موضوع فلوس. مرات ودك تقول اقعدي في بيتكم ونعطيك فلوس، ولا عاد نلتزم انه انتي موجوده وماسكه السبيس هذا. يعني معطل الطاقه، كانها يعني تحس انه الشغل يمشي بس هنا في طاقه معطله، لانه في واحد احنا ما ندري هو معانا ولا مو معانا. فهذا هو الاحساس انا اقول لك اياه من زاويه رب العمل. وأعرف أنه مو كل الناس واحد، يعني أكيد في أشخاص مسؤولين، في أشخاص يقدرون أنهم في اللحظة المناسبة يرون أنهم هم يعني مش مناسبين في المكان، أو ما يقدرون يلتزمون، ما يقدرون يغطون، بس مو كل الناس سوا. وعموماً يمكن يكون أحسن أنه أنت ما تواجدتي في هذا المكان، يمكن تلقين مكان عندهم فرصة، لأنه ترى مو كل الشركات تقدر تتحمل هذا الغياب. فهمتي قصدي؟ يعني شركات صغيرة ما تقدر تتحمل شخص يكون لا مسؤول بس، أو مريض، أو عنده ظروف كثيرة غير جيدة. بس في شركات كبيرة وفلوسهم كثيرة ويقدرون يتحملوا، يعني تكون شركة لها تاريخ، عندها فلوس، تقدر تشيل تتحمل أنه امرأة تحمل وتولد، ولأن في 10 غيرها يقدرون يغطون، يقدرون يدفعون، فما الكل يعني قادر على أنه يتحمل. فيمكن فرصة لك أنك تلقين شركة أكبر، فلوس أكثر، راتب أحسن، ما أدري. أبدأ بالخوف أو تنظيف الوعي الطفولي. أنا ما أعرف وش وضعك الحالي في الحياة، أبغى أقول لك كلمة ريم. نويت التنظيف وطلع لي حزن. اشتغلي على الحزن يا ماما. كيف أغير شخص بالغ عند سطوة الطفولة؟ استريح، لن يتغير، ما في حد يبغى يتغير، اللي في الخلاط، المهابيل، الأطفال، ما يعني مرة صعب. وبعد إذا حاولتي مرات تطلعين أنت تتعاملين مع الجن مثلا، إذا سويتي لهم جلسة استرخاء يقولك طار رجلي صارت رجل دجاجة، أنت تتهولين، أنت تصيرين كذا فوقك علامات تعجب، تقول عجيب صدق. اها لما حضرت جلسة التأمل مع الدكتورة سمية رجلك طارت، وين وقعت؟ وقعت في امريكا. اوكي، وصارت رجل دجاجة، وصار شيء يعني. فمرات اقول لك استرح، يعني هذول ترى هم جايين، هم مختارين، وهم دافعين، وهم رايحين بعقولهم وبارواحهم وبقلوبهم، ومع ذلك تلقين مثل هذه التعليقات اللي تقولين الله اكبر، الله يعينهم على قصتهم وعلى جنانيهم وعلى هبالهم وعلى طفولتهم اللي عيت تنضج. فما بالك شخص يمكن هو في حاله وهو يعني في ازمته، تساعدينه شوي، يقولك انت السبب، انت اللي حطيت، انت اللي فعلتي.
بس على فكرة أبغى أقول لك، عادة لما تكونين أنت في 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 مرحلة تطور، الأشخاص اللي حولك ويكونون جاهزين ويستحقون، صدقيني راح يعني يركبون معك، راح يأخذون الموجة بدون حالة ضغط وبدون محاولات، على طول راح يركبون الموجة. اللي ما ركب الموجة معناها هو بعيد. والله ما أدري هي رجلها طارت، أنا ودي أرجع أسمع الفيديو حقها. مسوية فيها خلوقة تقول سين نون من بلاد الحرمين، الله أكبر يا ماما، الله أكبر على الأخلاق. طيب تكذب عشان ندفع لها فلوس؟ صدق؟ صدق والله يدفع لهم فلوس؟ والله ما دريت. I didn't know. والله هذه تكون يعني أنا توقعت إنها هي يعني في الخلاط ومؤمنة، مؤمنة إنه الاسترخاء هو جني. قلت أنا مصدقة يعني، هذا مستواها. بس مدفوع لها؟ لا لا، كبيرة هذه، والله داعش معاهم فلوس. أنا تدرون بيعاد وش أفكر؟ أفكر أقول كيف سيدة كانت معانا يمكن سنة سنتين، يعني يجيها واحد أبو بطيخ، أبو بطيخ ما ندري هو مين، من أي حزب، من أي دولة، وين عنوانه في الحياة، وش صورته، يعني واضح إنه قصة دواعش. بكل بساطة يعني ممكن تنساق وتمشي وتقول شيء غريب كذا، خليني كذا قاعد أصفن أقول أوه واو، معقولة يعني سهولة يعني السيطرة على الناس والضحك عليهم ويعني التلاعب فيهم مرة سهل. بس أنت قل لهم يعني أنا شخص متدين، عاد وش وراها داعش، وراها جني، وراها بطيخ، أي شيء. بس كده يعني يمشي الموضوع، يشتغل الموضوع. غريب مره.